الإمام الشافعي أحد تلامذته سأله عن نبوغه في العلم، إزاي أوصل زيك كده؟ فاداله قاعدة ذهبية للنجاح في الحياة. قال: أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. دي مش قاعدة للنبوغ في العلم، دي قاعدة للنبوغ في أي هدف في الحياة. ذكاء، عقل شغال بيفكر، وحرص، قلب حريص على تحقيق الحلم ده، واجتهاد، جسم مش بيبخل أبدا بالمجهود، وبلغة يعني مقدار ولو يسير من المال تقدر تتبلغ به الهدف والحلم اللي انت بتدور عليه، وصحبة أستاذ، القرب من الناس اللي عندها خبرة في الحياة اللي بتأثر علينا المسافات وبتشرح لنا أخطاء طريقك في حلمك، وصحبة أستاذ وطول زماني، الصبر على طريق تحقيق أي حلم من الأحلام. والحقيقة أن وقود الستة دي إشعال الحماس وإبقاء الهمة عالية، لأن الإنسان لما همته بتفتر الستة دول مش هينفعوه. البطارية، الوقود اللي بيخلي الإنسان لتحقيق أي حلم أو هدف صابر على الوقت ده، قوة اسمها قوة إشعال الحماس. في طريقة ذكرت في الوحي الشريف وفي العلم الحديث للحفاظ على الهمة عالية، بل والقدرة على إعلاء الهمة إذا انطفت. الطريقة دي اسمها فن إشعال الحماس. أنا لبنى، عندي 21 سنة. الحمد لله ربنا رزقني بأب وأم أحسن منهم ما شفتش، كانوا بيحبوني وبيهتموا بيا من وأنا صغيرة. ما كانش عندهم حاجة أهم مني ومن إنهم يربوني كويس. دخلوني مدارس كويسة واهتموا بكل هواياتي. مرة زمان شافوني وأنا بلعب باسكت في النادي وحسوا إن فعلاً ربنا اداني موهبة في اللعبة دي، فاهتموا بالموضوع ده جداً لدرجة ميعاد التمرين بتاعي كان ميعاد مقدس في البيت وبتترتب عليه أي مواعيد تانية. كنت بحب اللعبة قوي وكنت شاطرة فيها، والمدربين كانوا شايفين إن أنا ممكن أوصل لحاجة كبيرة. وفعلاً دخلت المنتخب، كان عندي أحلام كبيرة كبيرة قوي. وزي أي بنت عندها 17 سنة كنت بحلم بفارس الأحلام اللي هيجي يشاركني حياتي وأحلامي ونجاحي. لما تميت 18 سنة عملت حادثة عربية مات فيها كل صحابي اللي كانوا معايا، لكن أنا ربنا كان كاتب لي عمر، بس برضو كان كاتب لي نعيش بقية حياتي على كرسي. حسيت إن كل حاجة راحت مني، كل اللي عملته زمان، كل اللي كنت بحلم أعمله بكرة، لدرجة إن في وقت من الأوقات فكرت إني أموت نفسي من كتر اليأس. بابايا ومامتي حاولوا يقفوا جنبي ويساعدوني. بابايا كان دايما بيقول لي: اوعى تنسي انك اقوى من اللي حصل لك مهما كان. لما كنت اقول له هعمل ايه في دنيتي كان بيقول لي: انت اللي بنيتي حلمك اللي راح، وانت اللي بايدك تبني واحد غيره. بس انا بالنسبه لي كانوا مجرد كلمتين بيقولهم أب عشان يطيب بخاطر بنته، بس أنا كنت حاسة إن فعلاً خلاص حياتي انتهت. مش عارف ألعب رياضة تاني، ومش هلاقي فارس الأحلام وأنا قاعدة على كرسي بعجل. بابايا ومامتي والكابتن بتاعي قعدوا يزنوا عليا إن أنا أرجع الفريق تاني، يعني بس في فرقة ذو الاحتياجات الخاصة. من كتر زنهم وافقت، بس ما كنتش مقتنع، وبصراحة ما كانش عندي نفس.
فبسرعة قررت ما أكملش. ما أعرفش إزاي بعد ما كنت بجري وبلعب زي ما أنا عايزة، عايزين نلعب وأنا قاعدة على كرسي بعجل، ولما كانوا بيقولوا لي بصي على زمايلك كنت بقول لهم أيوة بس دول طول عمرهم على كرسي واخدين عليه، لكن أنا مش كده. كان صعب عليا إن ألاقي نفسي مش عارفة ألعب اللعبة اللي كنت أشطر واحدة فيها. أنا عارفة إن اللي حواليا عايزين يساعدوني بس أنا نفسي يفهموني ويحسوا اللي أنا حساه. أنا من جوايا مصدقة إن حياتي انتهت، مجرد أيام وبعيشها وخلاص، ولا ليا نفس ولا متحمسة لأي حاجة ولا عندي أمل في حاجة. بقول أنا لو ربنا ياخدني بريحني من حياتي اللي زي قلتها. أي إنجاز كبير في حياة الإنسان العامل الرئيسي فيه الوقت، وعشان تقدر تحافظ على صبرك على الوقت ده لغاية ما يتم الإنجاز محتاج تحافظ على همتك عالية، أو لما همتك تخفت تعرف تولع الهمة دي، تشعل الحماس ده. أنت بص على الكلام ده في كل جوانب حياتنا. على الجانب الاجتماعي، اتنين مخطوبين وبقالهم فترة مخطوبين لأن مستواهم المادي بيحاولوا واحدة واحدة يبنوا بيوتهم، ما عندهمش مدخرات كبيرة يخلوا الجواز سهل. عشان يصبروا لغاية ما يتجوزوا محتاجين همة في الإبقاء على الحب، لأن العشرة بتضعف مع ضغوط الحياة بالذات المادية. عشان تعرف تحافظ على الهمة دي في طريقة، عشان تعرف تستثمر في الحب. أي حد عايز يبقى عنده شهادة علمية كبيرة وعنده أكيد أصدقاء كتير واخدين الحياة بمنتهى اللامبالاة، عشان يفضل مركز لغاية ما يبقى الدكتور فلان ولا الأستاذ فلان ولا النبغة في أي علم بيحبه، محتاج إن هو يحافظ على همته رغم كثرة المحبطين اللي بيتريقوا عليه. أي شخص عنده عيب والشخص ده واعي لنفسه، عنده عيب مضايقه مثلا، عصبي بيتعصب كتير، بيحس ان هو ممسك بخيل شوية، عنده عدم انضباط ومش بيهتم بمواعيده، الحاجات دي بتعمل له خسائر. عشان يقعد يصلح في العيوب دي محتاج فترة من الزمن، أثناء الفترة دي محتاج همة دايما يبقى حريص ان هو كل ما يقع يقف تاني وبل ما يصلح العيب ده. رحلة حياة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. رحلة التزكية اللي آخرها فلاح دي محتاجة وقت مليان همة. وكذلك الحال في السائرين إلى الله سبحانه وتعالى أمام الفتن في هذه الدنيا، يغلط ويتوب ويغلط ويتوب. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا. إزاي أحافظ على قلبي مش محبط، عنده حماس دايما للتوبة مهما غلط؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، النحب يعني النذر، منهم من قضى نحبه حقق الحلم اللي نفسه فيه مع الله، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. تحس ان كلمة ينتظر دي تدل على صبرهم خلال الوقت، لكنه مع طول الوقت في تحقيق أحلامه مع الله وبحثه عن الدرجات العالية مع الله هو مش هيبدل، هو مش هيدي ظهره، هو مش هيفقد حماسه، ولو فقد حماسه عنده قدرة إنه يشعل هذا الحماس. وأنا الحقيقة عايز أقول لحضراتكم، أشارك حضراتكم في بحث من الأبحاث اللي عملته جمعية القلق والإحباط الأمريكية. عندهم مؤسسة كده بتعمل دراسات اللي بيخلي الناس وهي ماشية في حياتها تبقى محبطة وتسيب أحلامها الجميلة اللي كانت هتسبب سعادتها يمكن في الدنيا وفي الآخر. فقالوا إن الشخص، أقول لك على 3 أو 4 أسباب بيخلوا الإنسان يفقد حماسه. قال لك الشخص اللي عنده مثالية، اللي عايش في الدنيا مش متوقع إن حد يغدر بيه، أو متوقع إن الناس كلها تبقى جدعة، أو متوقع إن أي اجتهاد هيعمله في اللحظة، مش لازم يبقى فيه وقت، في اللحظة دي هيجد ثمرته. ودي مثالية. الحياة رحلة فيها إخفاق وفيها نجاح، فيها الطيب وفيها القبيح، فالمثالية الزائدة بتخلي الإنسان محبط ويفقد حماسه. قال لك السبب التاني الثقة الزائدة عن الحد. الثقة الزائدة عند الحد لما الإنسان يبقى واثق في قدراته لدرجة إنه ما يخططش وما يفكرش، أنا هخلص الموضوع ده، فهلوة يعني، بتخليه يخطئ كتير ويحبط كتير. قال لك السبب الثالث مفهومك الخاطئ عن الفشل. ده
ما زلنا في البحث النفسي بتاع جمعية القلق والإحباط الأمريكية. مفهومك الخاطئ عن الفشل يعني إيه؟ يعني الإنسان واحد اتخانق مع مراته خناقة كبيرة، دي الحياة، أنت مش إنسان تعيس، اتصالحوا، اقعدوا مع بعض. أنت مش مكتوب عليك التعاسة، يا رب أنا مش هشوف يوم حلو، لا، أنت مش فاشل في حياتك. البيوت اللي أنت شايفها دي كلها فيها خناقات، واحد حط فلوسه في حاجة وخسر، ما تقلقش، فلوس بتروح وتيجي، قوم تاني. ياما أغنى أغنياء العالم لما حكوا قصصهم لقيناهم ياما فقدوا فلوسهم وكذا مرة وبمبالغ ضخمة كتير جدا. واحد سقط في دراسة مرة، يا سيدي بسم الله، أنت ربنا سبحانه وتعالى لا تصف نفسك بأنك أنت غبي، ربنا سبحانه وتعالى مديك عقل ومبارك فيه وباجتهادك هتقوم من كل كبوة. فالشخص لما يكون فاهم الفشل غلط تلاقيه بيحبط كتير جدا. السبب الثالث اللي ذكر في التقرير النفسي لجمعية القلق والإحباط الأمريكية هو مفهومك الخاطئ عن الفشل، إن الإنسان يغلط غلطة في حياته أو يشعر بإخفاق معين في حياته فيصف نفسه أنه مش مكتوب له السعادة. زي واحد عنده مشكلة مع مراته أو واحد عنده مشكلة مع جوزها، تخنقوا خناقة كبيرة، أنت مش مكتوب عليك التعاسة ولا حاجة، البيوت اللي أنت شايفها كلها قدامك دي فيها مشاكل، اقعدوا مع بعض وتصالحوا. حتى لو الجوازة دي أو الخطوبة دي حصل فيها انفصال، عمرها ما كانت آخر الحياة. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، فلا تصف نفسك بالفشل الاجتماعي. واحد سقط في حاجة دراسية، أنت مش غبي، ده إخفاق، ممكن تقصرت أو الامتحان كان صعب أو ظروفك أيا كان. يا ما ناس فشلت في حياتها في الدراسة ودلوقتي من أنجح الناس. واحد حط فلوسه في حاجة وخسرها، لو قرأت السيرة الذاتية لأغنى أغنياء العالم هتلاقيهم فقدوا أموالهم كلها كذا مرة، هما دلوقتي متربعين على عرش الغنى. فمفهوم الفشل الخاطئ من أي إخفاق يبقى مش مكتوب للسعادة بيخلي الإنسان يحبط وحماسه يطفي. السبب الرابع اللي ذكره التقرير النفسي هو عدم القدرة من الفصل من المشاكل الاجتماعية لتحقيق الأهداف. يعني في ناس عايشة في وسطنا ناجحة جدا وعندها جراح عاطفية واجتماعية كبيرة، لأنهم قدروا يفصلوا ما بين مشكلة مع حد بيحبه، صديق، شريك للحياة، حد من القرايب، وأهدافه اللي بيحققها في شغله أو في تعليمه أو في أي جانب تاني من حياته. لما الواحد ما بيعرفش يعمل زيهم ويفصل كده، المشكلة دي بتهدم حياته كلها، ويشعر أنه مكتوب عليه التعاسة وينطفئ حماسه في شيء ملوش دعوة بالمشكلة دي حتى لو كانت كبيرة. فالقادر على الفصل بيقدر يسمي الله ويكمل طريقه وكله حماس، واللي مش قادر بينطفي حماسه. دول كانوا أربع أسباب ذكرهم التقرير بيطفئوا حماس كل إنسان. طيب، الكلام اللي قرأناه في البحث اللي فات ده بيتكلم على الأشياء اللي بتطفئ حماس الإنسان وبتقلل من همته. طيب أنا عايز أتعلم فن إشعال الحماس تاني، في مشكلة بتقف بيننا وما بين هذا الفن، فن إشعال الحماس. المشكلة دي سماها علماء النفس فقدان الأمل، أن الإنسان يقول لنفسه طب أنا أشعل حماسي وأكمل في طريقي تاني ليه، أنا مش شايف حاجة حلوة قدام. فإذا فقد الإنسان الأمل لا يشعر بأنه عنده مبرر للاجتهاد، والحقيقة أن الأمل هو الله سبحانه وتعالى. وعلمونا علماء العقيدة أن المؤمن بعقيدة القضاء والقدر وأنه لن يكون في ملك الله إلا ما أراد وما قدر، اللي بيؤمن بيها قلبه بيستريح، والله لا يقدر إلا الخير. وقالوا معلومة مهمة جدا، قالك لو عايز تعرف ربنا كتب لك خير ولا لأ شوف أنت بتعمل إيه. يعني ربنا سبحانه وتعالى إذا كتب لك خير سيجري عليك الاجتهاد والمجهود، لأنه وعد، قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فإذا رأيت من نفسك الاجتهاد يبقى عندك أمل إن الوعد هيتحقق لأنه لا يخلف الميعاد. فإذا أراد أن يفتح عليك فتح عليك باب العمل وأغلق عليك باب الجدل، بدل ما نقعد نجادل ونضيع وقت نشتغل. وده اللي بيخلي الإنسان يبقى عنده أمل في الله سبحانه وتعالى، إن ربنا مش بيخلف الوعد إطلاقا. والعلماء قالوا إن أي مجتهد في الدنيا هياخد ثلاثة من الاختيارات دول، ثلاث أعطيات من الله، واحدة منهم هياخدها أو هياخدهم كلهم. رقم واحد، واحد اجتهد في شيء معين، في بناء بيته، في القرب من شريك الحياة اللي بيحبه، في شغل دفع فيه دم قلبه ومجهوده علشان يكبره ماديا، في أي حاجة اجتماعية عايز يعلى فيها. قال لك لو اجتهدت ربنا هيديك ما تريد بل فوق ما تريد من جنس ما تريد، اللي انت تعبت فيه هتاخد منه ولو بعد حين وأحسن مما توقعت.
وده اللي حصل مع سيدنا رسول الله، اجتهاد جدا في الدعوة، ثم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وبعدين ربنا يقول بعدها في سورة الفتح: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. احمد ربك على هذا العطاء بعد سنين المجهود. يبقى ممكن تاخد ما تريد من جنس ما تريد، بل فوق ما تريد كمان. قال لك تاني حاجة: ممكن تجتهد في طريق لكن ربنا سبحانه وتعالى ما يحقق لكش حلمك اللي في الطريق ده، ولكنه لا يضيع أجر من أحسن عمله ولا يخلف الميعاد، وعد بكده. قال لك في خلال اجتهادك ربنا يملاك بالمعلومات والخبرات والرؤية اللي في الحياة اللي تبقى سبب في نجاحك في مجال تاني خالص وفي قصة تانية خالص. وأنا دي قصتي، كنت بجتهد في حاجة أتريها كانت سيناريو لتعلمي بعض الأشياء والمعاني والمهارات اللي في الحياة عشان يتفتح لي باب تاني خالص، وربنا فتح من وسع. وأما بنعمة ربك فحدث سبحانه جل في علاه. إذن هو مش هيضيع أجرك، يبقى إما تعطى من جنس اجتهادك وفوق اجتهادك كمان، أو يفتح عليك بمعلومات وخبرات ومهارات تخليك سبب في أنك أنت ترتقي في اتجاه تاني، أو التالتة يشيلها لك يوم القيامة. وأنا لو ضربت مثال تشبيهي أن حياتنا في الدنيا والآخرة قد كده، يبقى أول سنتي فيها هي الدنيا، والباقي كله اللي ما لا نهاية بقى هي الآخرة. والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. اللي هيتعب في الدنيا في حاجة وما يشوفش مردودها يعمل حسابه أنه هينبهر وهيتفاجئ يوم القيامة. كم واحد حاول يربي في عياله ومعش لغاية ما شاف ثمرة فؤاده فيهم وتعب وما قصرش، لكن نصيبه إن عياله ما كانوش مرضيين بالنسبة له، مش هيؤجر يوم القيامة عند ربنا في الآخرة وهي خير وأبقى؟ ده هيشوف عطاء كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن الأنبياء من يأتي ومعه الرهط، يعني معاه من 3 لـ9 أشخاص أمنوا على أديه بس، ومنهم من يأتي ومعه الرجلان، ومنهم من يأتي ومعه الرجل. نبي قعد فترة يدعو الناس إلى الله آمن واحد بس. ومن الأنبياء من يأتي وليس معه أحد. تصور نبي حنين لطيف طيب عالم ومع ذلك ما أمنش مع حد. أثر ما أثرش، ده نبي ويروح عند ربنا وينبهر بعطاء الله سبحانه وتعالى في الآخرة الباقية. المهم إن الله هو الأمل، ليس عنده هباء، يعني ما فيش حاجة تعملها تبقى هباء بين يدي الله سبحانه وتعالى. وربنا قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. المؤمنين بالله والمؤمنين بأحلامهم والمؤمنين بأهدافهم والمؤمنين بالأمل في ربنا سبحانه وتعالى. الله هو الأمل، ده اللي هيخليك دايما قادر على تعلم فن إشعال الحماس. سبحانك ربي بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، وتختص برحمتك وعونك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. مولاي يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين، ويا رحمن الدنيا والآخرة أنت حسبي، عليك توكلي وليس لي سواك إلهي. يا رب ألهمني إيمانا يباشر قلبي حتى أعلم ألا يصيبني إلا ما كتبته لي، فالعون عونك والقوة من عندك والسداد بيديك يا مالك الملك. أنت الذي ندعوك للمهمات وأنت المفزع في النائبات، لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت، فكل آزفة ليس لها من دونك يا مولانا كاشفة. وصلنا مع بعض لخطوات فن إشعال الحماس. اتفقنا إن الهمة هي وقودك للسير تجاه ارتقائك في أي جانب من جوانب حياتك. جانب في الشغل أنت محتاج يبقى عندك يعني زي ما يكون بنزين باستمرار، كل ما تدوس على البنزين كده لقي الوقود. في الشغل في السير إلى الله سبحانه وتعالى عشان ترتقي في مراقي السير إلى الله محتاج تحافظ على همتك، وإحنا في هذه الحياة المليئة بالتحديات. طب عشان أحافظ على همتي في طريقة معينة قالها علماء النفس وذكرت في الشرع الشريف. قال لك أول خطوة من خطوات فن إشعال الحماس
امتلاك المعلومات الأساسية. امتلاك المعلومات الأساسية في إيه؟ في أي حاجة عايز تطورها في حياتك وتكمل فيها بنفس الهمة. لأن الإنسان لما يبقى عنده رغبة جميلة في إصلاح أي شيء في حياته بس يفتقد القدرة، بيحبط، نفسي بس مش قادر. الشيء اللي أنت نفسك تتطور فيه وتحسن فيه ده وما عندكش فيه المعلومات الأساسية بتشعر فيه بالعجز. واحد عايز يصلح من نفسه لكنه ما عندوش معلومات أساسية عن مداخل النفس ومداخل الشيطان، فكل مرة عمال يغلط نفس الأخطاء رغم أن كتب أهل العلم وكلام العلماء مليان بمداخل النفس وأماكن ضعفها عشان لما تمتلكها تمتلك زمام أمرك. واحد عايز يعيش عيشة جميلة مع شريك الحياة أو مع شريكة الحياة لكن للأسف مش عارف يتعامل، فكل شوية يغلط مش لاقي مردود للحب لأنه بيحب بالطريقة الغلط. بينربي العيال لكن برضو مش حاسين بمردود التربية لأن المعلومات الأساسية اللي في التربية مش موجودة. فامتلاك المعلومة الأساسية بيخليني أنجح في خطوات حياتي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا رسول الله وقل ربي زدني علما، كأن الشيء اللي بيدعي به سيدنا رسول الله أن يستزيد منه عشان يفتح له كل الأبواب هو العلم. فامتلاكك للمعلومات الأساسية في أي حاجة بيحسسك أنك أنت ماسك زمام الأمور كده، فاهم، والفهم ده مش بيحبط. عشان كده سيدنا رسول الله ربط العلم بالهمة، لو عندك المعلومة هتعلي همتك. فقال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو الناس تعرف فضل دخول المسجد والأذان بيأذن أو دخول المسجد ولحاق الصف الأول كانوا يستهموا عليه، يعني يعملوا قرعة، يجي كلهم، بص الهمة، كلهم يجوا يملوا المسجد وبعدين نقعد نعمل قرعة من يقف في الصف الأول، من جمال ثواب الصف الأول وحب ربنا لأهل الصف الأول. وقال صلى الله عليه وسلم ولو يعلم الناس ما في العتمة اللي هي العشاء والفجر لأتوهما ولو حبوا. لو عارف فضل الفجر والعشاء في الجامع لو كنت إيه هتروح ولو حبوا على قدمك. إذن العلم يؤثر في همة الإنسان. الخطوة الثانية في فن إشعال الحماس ربط ما تريد بغاية أكبر. يعني إيه؟ يعني سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان بيعلمنا نوسع نظرتنا في أهدافنا. يعني مثلا كان يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء ليصلون، بيدعوا ليصلون على معلم الناس الخير. فنقلك من طالب بتذاكر عشان تنجح أو من شخص بيطور نفسه في كورسات أو أي حاجة عشان يطور نفسه في الحياة لكده، وكمان ده ربنا بيصلي عليك يعني بيرحمك ويرفع درجاتك وانت بتطلب العلم ويفتح لك أبواب الجنة. فنقلك من العلم اللي هدفه جزء من الدنيا نقلك لكمان هدف في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم على الصدقة إن القضية مش بس حسنات، ده ربنا هو اللي بيقبلها بإيديه. فقال عليه الصلاة والسلام من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب وإن الله طيب لا يقبل إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه، اللي بياخدها ربنا، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه الحصان حتى تصير في الميزان كجبل أحد. فكونك تعرف أن الصدقة بتسقط في يد الله ده بيعلي همتك ويشعل حماسك أنك تعمل الأعمال الصالحة. عشان كده مرة الصحابة شوف النقلة الفكرية دي وربط الشغل بزنس بغايات أكبر. الصحابة شافوا واحد جسمه قوي قوي ونازل الشغل الصبح فقالوا لو كان هذا في سبيل الله لكان خيرا له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو خرج من بيته يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. الجهاد مش حرب بس، لو بيصرف على أبو أمه في سبيل الله، ولو خرج من بيته يسعى على أولاد صغار فهو في سبيل الله، ولو خرج من بيته يسعى على نفسه حتى يستعفها فهو في سبيل الله. فنقل شغلنا اللي بننزله وإحنا متضايقين من زحمة الطريق ده انت خارج في جهاد، انت زي المجاهدين، انت لو مت في اليوم ده انت تبعث مع المجاهدين. النبي قال مش فكأنه في سبيل الله، قال فهو في سبيل الله. 10 ساعات اللي بتشتغلهم دول انت في اعلى مراتب الاسلام وهو الجهاد في سبيل الله. فربط لك الشغل اللي محتاج حماس بانك انت في منزلة المجاهدين وهتدخل باذن الله من باب المجاهدين في الجنة. فتاني حاجة في فن اشعال الحماس
ربط ما تفعل بقيمة أكبر وغايات أكبر عشان همتك تعلى على قد الغاية دي. رقم ثلاثة، مواكبة مراحل الحماس، ودي وصية مهمة جدا من علماء الشريعة وعلماء النفس. أنت إنسان وساعات ممكن تزهق، وساعات ممكن تمل، وساعات ممكن همتك تضعف، لازم تقبل ده من نفسك، مش هتفضل دايما في قمة نشاطك. وأنا مش بدعو للكسل أو تضييع الشغل أو تضييع المذاكرة، أنا بدعو لقبول الحالة دي عشان تعرف تتعامل مع نفسك في الحالة دي. قال صلى الله عليه وسلم: لكل أمر شرة، يعني نشاط، ولكل شرة فترة. النشاط ده بيقل، فمن كانت فترته يعني ضعفه إلى سنتي، وفي الرواية الأخرى إلى الفريضة، فلا يضره شيئا، أكلفوا من العمل ما تطيقون. وفي الرواية الأخرى: ومن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. معنى الكلام إنك ليك أوقات بتبقى فيها عندك نشاط كبير اسمه شرة، ولكل شرة فترة ضعف، فلما تضعف ما تقلش عن الفرائض في كل مناحي حياتك. سيدنا رسول الله شبهها بالصلاة، لما يكون عندك فترة كنت بتصلي والسنن وقيام الليل وتقرأ قرآن جزء في اليوم، لما تضعف ما تنزلش عن الصلوات الخمسة. فمن كانت فترته إلى الفريضة فقد هدي، أو لا يضره شيئا، أكلفوا من العمل ما تطيقون. حط الكلام ده على الشغل، لما تبقى عندك ملل ما تسيبش الشغل، روح وأدي على قد ما تقدر. ده مش أحسن حاجة عندك، هتعدي الفترة دي وابذل قصارى جهدك إن شاء الله. لما تكون بتتعلم في طريق مثلا دكتوراه ولا ماجستير ولا أي حاجة بتقراها وحاسس بقلة الهمة، ما تسيبش الطريق. ممكن يبقى مذاكرتك عدد ساعات أقل، معلش واقبل ده من نفسك فترة صغيرة وهتعدي إن شاء الله. لازم تقبل المنحنيات دي، لكن المنحنى ده ما يطردكش بره الطريق، مش سايب الصلوات كلها، سايب اللي بتتعلمه، مش رايح الشغل النهاردة وبكرة وبعده زهقان، مينفعش كده، نضر بعض. فتعامل مع المنحنيات دي بالقبول ومحاولة الخروج منها. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جبر بخاطر الصحابة اللي في مرحلة من حياتهم كانوا عايزين يجهدوا بس مش قادرين، إما لمرض أو فقدان للفلوس، معهمش فلوس يجيبوا جمل ويطلعوا مع سيدنا رسول الله. فربنا قال لهم أنتم مقبولين، دي مرحلة وهتعدي، وبكرة تبقوا أغنياء وتنفقوا على الجيش. بسم الله الرحمن الرحيم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. عايزين جمل من عندك يا سيدنا رسول الله، ما عندناش، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ما فيش حاجة، مقبولين إن شاء الله، لدرجة أن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لهم ربنا هيأجركم في الفترة دي. فقال عليه الصلاة والسلام للصحابة وهم رايحين في غزوة تبوك دي، قال: والله ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كان خلفنا في المدينة أناس شاركونا في الأجر. حبسهم العذر، كانوا بيقول لكل واحد بيواكب مراحل الحماس: أنا نفسي أعمل خير بس مش قادر دلوقتي، معيش فلوس، ما عنديش قدرة، أي شيء وقف بينك وبين الخير، حماسك ما يقلش، بكرة يبقى عندك القدرة، بكرة الملل اللي جواك ده يبقى نشاط إن شاء الله. فتقبل نفسك بإمكانياتك وهمتك وهتخلص الفترة دي بإذن الله وتعدي على خير. مواكبة مراحل الحماس، يبقى أول حاجة في فن إشعال الحماس امتلك المعلومات الأساسية، اربط ما تفعل بغايات أكبر، ثم واكب مراحل الحماس. النهاردة فوق ولو بكرة تحت أصبر، وربنا هيفتح عليك وهتطلع بإذن الله بالدعاء والاستعانة بملك الملوك. فن إشعال الحماس سبب في نجاح الكثير من الناس بل والمجتمعات، لكن مهم جدا نعرف الفرق ما بين الحماس والوسواس. الحماس هو مراجعة الهدف، حماس يجيلي من مراجعة الهدف، كل ما راجع هدفي أحس إن أنا عايز أتحرك له، كل ما أبص على هدفي أحس إن أنا عايز أروح له. ولكن الوسواس بعبودية الهدف، كلمة تقيلة معلش، وكأني بقيت عبد للهدف. لا، في مرونة للأهداف. أحيانا في مرحلة معينة ممكن أكون حاطط هدف في حياتي ورايح له، وفي وسط المشوار أقول لا، يبدو إن الهدف ده عايز يتعدل أو عايز يتغير. أنا مش عبد للهدف، أنا براجع الهدف علشان خاطر أمشي نفسي وأوصل له بأمان، وهدف وحطه ورايا واشوف اللي بعده واللي بعده واللي بعده. فلو بنتكلم عن الحماس مش الوسواس، نقول ان احنا محتاجين دايما نراجع هدفنا.
الأول هو أنا عارف هدفي؟ لأنه كتير من الناس تتسأل في رحلة الحياة، هو إيه هدف حضرتك؟ هو إيه هدف حضرتك؟ فيقول هدفي في إيه؟ هدفك في الحياة. فيقول هدف في الحياة، اللهم صل على سيدنا محمد، هدفي في الحياة. أنت نسي؟ أنت مش عارف الهدف في الحياة؟ ومن رايحين فين أصلاً؟ اللي دخل يركب قطر وسألوه أنت رايح فين؟ أنا معرفش، كل الناس دخلوا فدخلت. لا، دي رحلة الحياة. الأول أعرف هدفي وبعدين أراجع هدفي، ما التفتش عن الهدف. بعض الناس يكتب الهدف بتاعه في ورقة ويطبقها ويحطها جوه المحفظة ودايما في جيبه، وقاعد مستني حاجة يروح فاتح كده ويبص عليها. أهداف السنة دي 3-4 حاجات، وأجمل لحظة لما تتحقق هدف منهم وروح فاتح القلم وشاطب عليها، حد يكتبهم على الموبايل، هدفي في جيبي، هدفي على لساني. كل لما تكلم عليه يبان أكتر، تحدث عن فكرتك حتى تراها، هدفي قدامي. الملتفت لا يصل، الملتفت عن الهدف لا يصل، لازم هدفي في قلبي. التلاتة دول مقدمات إن الهدف يبقى في قلبي، وإذا الهدف كان فعلا في قلبي أصبحت ذاتي الحماس. من أجمل القصص في علو الهمة قصة المحدث الكبير بقي بن مخلد. هو مش مشهور عند المسلمين، لكن كان عنده رحلة طلب علم 34 سنة. 34 سنة بيلف على الدنيا بيجمع علم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان بيدور على أحمد بن حنبل الإمام الكبير المحدث. فوصل لبغداد فسأل عليه، قالوا له روح المسجد هتلاقي حد من أصحابه. راح بيقول شفت واحد منور كده قاعد عمال يحدث الناس عن الرجال، تاخد من ده الحديث وما تاخدش من ده الحديث، ده بينسى وده ما بينساش. العلم ده اسمه علم الجرح والتعديل. فسألت مين ده؟ قالوا يحيى بن معين، ده بقى صاحب أحمد بن حنبل كده. فقعدت في المجلس وبعدين قلت أنا عندي أسئلة. سألوا عن هشام بن عمار، فيحيى بن معين شكر فيه، ده محدث عظيم. سألوا عن فلان عن فلان، وبعدين الناس بدأت تتضايق، راجل غريب جاي عمال يسأل فضيع وقت أسئلة الناس. فقال لهم طب لحظة واحدة بس، سؤال أخير، ما تقول في أحمد بن حنبل؟ قال فتعجب يحيى بن معين وتعجب الناس، تسألني عن أحمد بن حنبل؟ إنه إمام المسلمين، ده إمام الدنيا كلها. قالوا طب أنا مش عارف أوصل له. قالوا ده في البيت. فراح بقي بن مخلد خبط على البيت، فتح له أحمد بن حنبل. فدخل بقي أحمد بن حنبل، قال له تعالى خش في الإسطوانة، يعني في الطرقة بتاعت البيت. قال له أنا جاي لك من بلاد بعيدة. قال له أنت منين؟ قال له من وراء أفريقيا من الأندلس. يا نهار أبيض، جاي من أسبانيا علشان يروح بغداد يتعلم على إيد أحمد بن حنبل. قال له والله أنا عايز أخدمك لكني ممتحن، ممنوع من الكلام في حلق العلم، فمش عارف أعمل لك إيه. قال له طيب إذا كنت أنت عايز تخدمني يا أحمد، إيه رأيك آتيك في كل يوم في زي السؤال، يعني أعمل نفسي شحات وبعدين أخبط عليك كل يوم، وبعدين تدخلني أكنك بتديني حتة عيش كده، وكل يوم تقولي حديث أو حديثين. قال له ولكن لا يراك الناس في مجالس العلم، مش تبقى الصبح الناس شايفاك أنك أنت سائل وبعدين يلاقوك بعد كده في مجالس العلم، تبان الموضوع. قال نعم. بقى كل يوم يمسك عصاية ويربط خرقة كده مليانة زيت كده كأنها قديمة كده، ويخبط عليه ويقول اللي بيقوله السؤال، يا جماعة السؤال، يا جماعة لله يا محسنين. فيفتح له أحمد بن حنبل ويدخل الطرقة ويقول له حدثني فلان، قال حدثني فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل يوم يدي له حديث أو اثنين لغاية ما جمع عشرات أو مئات الأحاديث. قال حتى مات الذي كان يمتحن أحمد بن حنبل، وعدت فتنة خلق القرآن، ورجع أحمد بن حنبل للمساجد إمام المسلمين. قال وكان أحمد يحفظها لي، كان فاكرني دايما وفاكر أن أنا صبرت على العلم، فكنت إذا دخلت إلى مجلسه أفسح لي الطريق وأجلسني بجواره حتى تعلمت منه علما كثيرا قبل أن أرجع إلى أهلي. أحد كبار المحدثين في العالم كله، واللي حافظ لنا آلاف الأحاديث عن رسول الله، ديت قصته. لكنه كان عنده همة، ما قالش أحمد خلاص مش بيتكلم طب سلام عليكم، لا أنا عندي هدف عايز أحققه. يقعد يفكر يعمل إيه،
عشان كده الناس اللي بتعيش ذكراها ما كانتش حياتهم عادية. فيلا بسم الله، أنا قلت لك النهاردة على فن إشعال الحماس، وقلت لك تعلم المعلومات الأساسية واربط اللي بتعمله بغايات أكبر، وحاول تتعامل مع منحنيات الحماس. لما يحصل لك فتور كده تقبل نفسك وحاول تطلع منها، وربنا يعينك بإذن الله. لما نعيش بالطريقة دي هنحافظ على الهمة، والهمة هي وقود السير لأي تقدم في الدنيا ولأي ارتقاء في منازل المقربين مع الله. فربنا ياخد بإيدينا ويرقينا دايما. ودايما تفتكر احنا بنتعلم فن الحياة للارتقاء بجوانب الحياة، فما تستخسرش في نفسك انك ترتقي بحياتك وتحب الحياة وتعيش على مراد الله. يا رب، يا من يلتمس منه المخرج إلى ميادين الفرج، ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك كل الأشياء. اللهم إني أسألك سؤال من اشتدت فاقته وضعفت قوته وكثرت ذنوبه، سؤال من لا يجد لفاقته مغيثا ولا لضعفه مقويا ولا لتقصيره جابرا غيرك يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قو ظهري على تدبير أمري، وسخر لي من عبادك من تشدد به أزري. اللهم إني أسألك عملا تحب به من عمل به، ويقينا تنفع به من استيقن به. ومن علينا يا مولانا بحسن الظن في قريب فرجك وعونك، وأكرمنا يا رب بهمة كالجبال، وأن ترقينا من حالنا هذا إلى أحسن حال. إلهي يا مجيب السائلين، وأنت على كل شيء قدير، أتى ببابك عبيدك راجياً. وأنت يا مولاي بحالي خبير، ضعفت قوتي وقلت حيلتي، وأنا إلى مدد عونك فقير. قلبي كله خوف من الحياة ومن الدنيا والظروف، كتر حزني منعني حتى أشوف حاجة حلوة تغير الأيام فعيش.